السلام عليكم تلاميذ ثالثه اعدادي، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، نتمنى انكم تكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نديروا التصحيح ديال التقويم التشخيصي، ولكن ما غننصحوش بالطريقه العاديه غير غنصحوه صافي خرجت 3 4، لا غادي نصحوه متفقين، وفي نفس الوقت غادي نديروا مراجعه. يعني هذا الفيديو هذا انفو غتفرج فيه صافي، غتدخل ديك الثالثه اعدادي غطحنها متفقين، غنصحوا التقويم التشخيصي ومنها ان شاء الله غادي نديروا مراجعه. يعني مثلا وصلت لواحد الفقره ديال النشر والتعميل، واحد السؤال كيدوي على النشر والتعميل، غنراجعوا معاكم. وصلنا لواحد الفقره فيها كذا، غنراجع معاكم ديك اللعبه. يعني غنبقاو كل سؤال فيه شي لعيبه نراجع معاكم، فيه شي لعيبه نراجع معاكم. يعني منها غنديروا التصحيح ديال التقويم التشخيصي، منها مراجعه شامله. يلا كما كتشوفوني انا مرون القضيه هنا، ورقات كالكولاتريس حتى نفس القضيه، كالكولاتريس ورقات ستيلوات، رونها بالبلا وريح، وقف الفيديو، خدم تقويم تشخيصي او خلي الفيديو مطلق وزرب عليا. عرفتي شنو يزرب عليا؟ هي ان انا كنخرج وانت كتخرج، ولكن انت كتزرب طق فايتني، انت واصل السؤال ثلاثة انا يلا السؤال الاول، فهمتي؟ زرب عليا حيت انا غنبقى نشرح بشويه بشويه. متفقين؟ على بركه الله نبداو في التقويم التشخيصي. راه بحالو غيديروا لكم الاساسيده، راه بحالو غيديروا لكم الاساسيده في المدرسه، غير هو في المدارس ما غيصحوش لكم، او ليلا صحوا لكم ويزربوا عليكم، انا غنصحوا لكم بمراجعه شامله. نبداو على بركه الله. قبل ما نبداو، واش انت دابا انت دابا مرتاح اليز بخير مريح، كتقرا في الثالثه اعدادي وما داخلش معايا في عرض اولير، ما حشمتيش؟ راه اول حاجه انفو كطلع الثالثه اعدادي، اول حاجه كديري هي كتبع مع الاستاذ ربيع غزواني، كيهنيك من ماده الرياضيات، كتهنى منها صافي، كتمشي ناضي الامتحان المحلي والجهوي. ثاني حاجه كدير شناهي؟ هي انك كتسجل مع الاستاذ ربيع غزواني في عرض اولير. علاش؟ حيت عرض اولير فيه مات، فيزيك، سيونس، فرونسي، لونغلي والعربيه، سته ديال المواد بواحد الثمن رمزي، كتخلص مره واحده وكتقرا الدوره الاولى كامله، تمارين، دروس، فروض، بريباراسيون امتحان المحلي. امتحان المحلي راه الليله ديال الامتحان المحلي وانا خدام مع التلاميذ، والتوجيه والتحفيز والروينه. ولا كان عندك شي سؤال ولا شي تمرين ولا شي لعبه ما فهمتيها كتصيفطها للاستاذ، حيت كل استاذ والماده ديالو، كل ماده بالاستاذ ديالها، الفيزيك راه الاستاذ ديالها، السيونس الاستاذ ديالها، يعني كل استاذ والماده ديالها. شحال صرتي في شي تمرين ولا في شي درس كتصيفطو للاستاذ وكيشرحوا لك ابارات شي حصص من الثنين حتى للحد، اش كتسنى؟ الا بغيتي تسجل معانا الرابط كاين تحت في الديسكريبسيون ديال الواتساب، دخل عندنا الواتساب تما ان شاء الله غادي نشرحوا لك كلشي، غتلقى حتى النمره ديال المسؤول، صيفط ليه التساؤل ديالك، غيصيفط لك الطريقه ديال التسجيل، كيفاش تخلص، كيفاش بزاف ديال الامور. نبداو على بركه الله في التقويم التشخيصي. دونك الاصدقاء، السؤال الاول قال لك اسيدي الارقام اعطيني لانفيرس واعطيني لوبوزي، متفقين؟ عطيني لانفيرس ولوبوزي، لانفيرس ولوبوزي. نجيبو ورقة ونشرحو شنو هما لانفيرس وشنو هو لوبوزي، وخا شرحتو لكم في هاد الاوديو واحد النهار. المهم مثلا ا، ياك غنديرو ليها لانفيرس، لانفيرس اللي هو المقلوب، غنديرو ليها المقلوب لانفيرس، غتولي واحد على ا. يلا اجي هاد ا هادي نديرو ليها لوبوزي، لوبوزي اللي هو المقابل، المقابل، اذا تولي ناقص ا. اذا دابا تفرقتي ما بين لانفيرس ولوبوزي، ما بين المقلوب والمقابل، ضروري خصك تفرق ليا بيناتهم. استاذ غيبدا يشرح بهاد لي مو، خصك تكون فاهمهم، متفقين؟ على بركه الله. يا يا نديرو الخمسه لانفيرس، المقلوب، المقلوب هو واحد على خمسه، يا يعني لك كنتي جبتها صحيحه، نوض دابا صفق على راسك. نديرو الخمسه لوبوزي هي ناقص خمسه، يلا نوض 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 صفق، يلا 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 صفق على راسك، برافو عليك. ناقص سبعه، يلا لانفيرس ديالها هو ناقص واحد على سبعه، ما كيتبدلش لا الاشاره كاع، ناقص سبعه كترجع ناقص واحد على سبعه، سوا درتي الناقص هنا ولا درتي الناقص هنا ولا درتي الناقص هنا راه بحال بحال. يلا ناقص سبعه نديرو لها لوبوزي، عطاتنا سبعه، مفهوم؟ يلا ناقص 3 على 8 نديرو ليها لانفيرس، غتولي 8 على ناقص 3، يعني التحت يولي الفوق والفوق يولي التحت، نديرو ليها لوبوزي غتولي زائد 3 على 8، واخا ما ديرش زائد راه عندك صح. يلا 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 كلشي دابا يخلي ليا ميساج يقول ليا بلي السؤال الاول واش جبتي صحيح ولا خطا، وفين خطأتي وفين ما خطأتيش. بغيتك بحال ما كانت تصحح راسك، انت تصحح راسك
فهمتوا؟ ما تستناش بنادم يصحح لك، صافي خدمتي التمرين، ها انت شفتي لا كوريكسيون ديالو، يلاه دابا قول لي في ميساج، قول لي لتحت، قول لي فوالا واش جبتيها صحيحه ولا خطا، وفين جبتي الخطا وكذا وكذا، واش فهمتي ولا ما فهمتيش. دابا ندوزو للتمرين هاد ثلاثه، المهم انا غلطت، كان عليا ندير هنا جوج، كاين في التقويم التشخيصي غلطت ودرت ثلاثه. المهم هاد التمرين هذا قال لك حسب كالكولي وصافي. دونك انا شنو غادي ندير؟ غنحتفظ بالمقام. اش عدينا؟ زائد ناقص. دونك شنو غندير؟ 9 ناقص 1 هي 8. سالاتي بسيطه بانال. يلا هنا اول حاجه غنتخلص من هاد ناقص ناقص، غتولي عندي 9 على 24 ناقص مع ناقص كتعطينا زائد. اول حاجه كنحيدو الاقواس، حتى الفوق راه كان بامكاني انني نحيد الاقواس، ولكن حيت كاينه زائد الاقواس ما كيطرا لهم والو، يعني انت يولي يقدر تولي بحال ماك. 9 على 5 ناقص 1 على 5، علاش؟ حيت سيدي ملي كيكونوا الاقواس مسبوقين مثلا نديروا ا زائد بي، ملي كيكونوا الاقواس مسبوقين بناقص كيتبدلوا لهم الاشاره وكنحيدوا الاقواس، يعني تولي ناقص ا ناقص بي. ولكن فاش يكونوا الاقواس مسبوقين بزائد ما كنبدلوش اشاره، كتبقى ا زائد بي. شي قرينا العام اللي فات، هادشي خصو يتكتب في ورقه، في ورقه اللور ديال الدفتر ولا في مذكره. يلا معلومات مهمين كنقولهم هنا. يا من بعد ما حيدنا الاقواس دابا غنوحدوا المقام. المقام واحد شناهو؟ هو 24. ها 24 زائد 24، متفقين؟ هادي ما طرا لها والو، ولكن هادي 8 فاش نضربوها فاش تولي 24؟ نضربوها في 3، دونك 3 نضربوها في 3 اللي هي 9، دونك كتولي عندي 9 على 24 زائد 9 على 24 تولي عندي 18 على 24. نقدر نوحد نختازل ولا بلاش، حيت هما قالوا لي اختازل، سمحوا لي في السؤال قال لك غير دويغ، يعني اختازل يعني غادي نختازلها. تساوي 9 على 9 على 12 هي 3 على 4، متفقين؟ يلا نمشيو للسي. السي قال لك 5 زائد 1 على 4، اول حاجه 5 نردها 5 على 1 زائد 1 على 4 تساوي، توحد المقام هذا في هذا، هذا في هذا، هذا في هذا. يلا 1 في 4 تعطينا 4، 4 في 5 تعطينا 20، 1 في 1 تعطينا 1، متفقين؟ توحد المقام عادي، دونك 21 على 4 غير قابلة للاختزال. إذا فاش كيولي عندي شي رقم غير قابل للاختزال كيتسمى إيغيديكتيبل، إيغيديكتيبل عقلوا عليها، متفقين؟ إيغيديكتيبل فاش كيكون شي رقم غير قابل للاختزال كيتسمى إيغيديكتيبل. نجيو هنايا، دونك هنا نفس القاعدة غنوحدو المقام. مقام واحد هو جوج في سبعة هي 14، سبعة في ناقص ثلاثة غتعطينا ناقص 21، جوج في ناقص واحد عطينا ناقص واحد. نعاودو، جوج في سبعة عطاتنا 14، سبعة في ناقص ثلاثة عطاتنا ناقص 21، جوج في ناقص واحد عطاتنا ناقص جوج، عفوا غلط، ناقص 21 ناقص جوج عطانا ناقص 23 على 14. واش هادي قابلة للاختزال؟ لا، إيغيديكتيبل، نقول عندي أن نومبغ إيغيديكتيبل. نمشيو لأو. أو أسيدي عادي، أو البسط في البسط، دونك عطانا ناقص 55 على 3 وغير قابلة للاختزال، إيغيديكتيبل. دابا غنمشيو للتمرين الثاني. التمرين الثاني أنشر، 3 في إكس 3 إكس، 3 في ناقص 1 ناقص 3، جوج إكس إكس أو كاري غتعطينا، أنت أول حاجة الموجب مع الموجب كيعطينا موجب، إذا جوج إكس إكس أو كاري غتعطينا جوج إكس أس 3، يلا موجب مع موجب يعطينا موجب، جوج إكس 3 على 4، جوج 3 هي 6 إكس على 4، شفتو؟ و حتى شي حاجه ما كتحسب مع بعضياتها، اذا غتبقى بحال ماك، متفقين؟ نهداو ليا مع النشر والتعميل. النشر اصلا النشر والتعميل راه درس في عندكم درس هذا العام، يعني هذا العام في الثالثه اعدادي عندكم في البروغرام عندكم درس سميتو النشر والتعميل، يعني كاين. دونك بالنسبه لاف، اف ساهله، دونك اكس في اكس او كاري، يعني اكس اكس او كاري ديروها بشويه بشويه، متفقين؟ اكس في اكس او كاري
زائد أولا ناقص 3x زائد 1 في x أو كاري ناقص 1 في x في 3. دونك x في x أو كاري، x في x أو كاري، x في x أو كاري ها هي، x في ناقص 3 ها هي، 1 في x أو كاري ها هي، 1 في ناقص 3 ها هي. دونك x في x أو كاري عطانا x أس 3 ناقص 3x زائد x أو كاري ناقص 3، وحتى شي حاجه ما كتحسب مع بعضيات. يلا اللي حبس حد هنا وخرجت لي هنا يعرف راسو اف عنده صحيح، متفقين؟ نمشيو للج. جي سي دي، جي سي دي غادي نديرو واحد هاد الوريقه انفيرس كذا، هادي كاع داكشي اللي استفدنا من هاد التمرين الاول والثاني. غادي نراجع معاكم لي زيدونتيتي روماركابل. ا بلس بي او كاري كتعطينا ا او كاري بلس 2AB بلس B أو كاري، و إلا كانت ناقص هنا كنديرو ناقص هنا، هادشي علاش درناه، راه كنذكرك به. إلا كانت عندك A موان B A بلس B راك تقدر ترجعها A أو كاري موان B أو كاري، إذا كانو كيتعاودو نفس الأرقام وحدة فيها ناقص وحدة فيها زائد ترجع تقدر ترجعها A أو كاري ناقص B أو كاري. تطبيق ديال المتطابقة الهام، و هادشي كنقول لكم كتبو وحداكم دابا. أقول خلي حتى الغدا ونكتب، بقيتي غادي بحال هكا حياتك كامله، وانت حتى الغدا ون حتى الغدا ونصلي حتى الغدا ونتريني حتى الغدا ون. دونك عندنا هنا نخرجوا هادي بعدا. دونك اكس زائد 1 اوكاري هي اكس اوكاري زائد 2 في اكس في 1 زائد 1 اوكاري صح ايغال اكس اوكاري زائد 2 اكس زائد 1 صافي. يلا اللي خرجت لي بحال هكا يقولها لي، قول لي الصدر خرج. يلا اش اللي خلعاتكم وانت شي واحد ما عرف ليها وناري واش السات اش ما عرفش ليها وكذا وكذا، هي ساهله وباسله باسله. دونك عندي هنا ا زائد بي ا ناقص بي، اذا تولي عندي 7 اكس على 5 اس 2 ناقص 3 أس 2 هاي A بلس B A موان B أصلا A أو كاري ناقص B أو كاري زائد هادي تاهي غنشرها هي X أو كاري ناقص 2 في X في 3 زائد 3 أو كاري شفتيها؟ يلا يعني نرجع أو كاري غي تعطى لهذا وتعطى لهذا وتعطى لهذا، غتولي عندي 49 على 25 X او كاري ناقص 9 زائد اكس او كاري ناقص 3 6 اكس زائد 9 مشات 9 مع 9. شفتوا ولا ما شفتوش؟ شفتوا الاصدقاء ولا ما شفتوش؟ شفتوا كيفاش؟ يلا دابا هادي غتحسب مع هادي، غتولي عندي 49 على 25 اكس او كاري غنجمعها مع اكس او كاري، هاي غتولي عندي تساوي 49 على 25 اكس او كاري زائد توحد المقام حيت هنا نورمالمون كاين واحد، دونك واحد توحد لي المقام يولي 25 على 25 اكس او كاري ناقص 6 اكس بحال هكا، بحال غتوحد المقام بحال هكا، عندك 49 عندك 49 على 25 بحال غديرها زائد 1 شتا كيفاش غدير تحسبها؟ غتولي عندك 49 على 25 زائد 25 على 25 فهمتي البلان كيفاش داير؟ يا دابا غادي نديرو تساوي يا 25 غتبقى في بلاصتها وغنجمعو 49 مع 25 49 زائد 25 خصنا 74، دونك 74 إكس أو كاري ناقص 6 إكس. هنيئا اللي خرج لي هادي، هنيئا هنيئا لك، إلا خرجت لك هادي هنيئا لك، برافو عليك وراك حديتي شي حاجة سميتها ديفلوبمون، لي زيدونتيتي غوماركابل، وتوحيد المقام، شي كامل. دونك دابا كملنا التمرين الثاني، وقبل ما نمشيو للتمرين الثالث، نسيت واحد العملية هنا في السؤال الأول، نبهوني بها التلاميذ ديالي ديال العرض أولار. هو ديال 1 على 7
واحد على سبعة. إلا بغينا نديرو ليها لانفيرس غتعطينا سبعة، وإلا بغينا نديرو ليها لوبوزي غنديرو ليها ناقص واحد على سبعة. دونك داكشي راه ديجا شرحتو ليكم. وواحد العيبة أخرى نسيتها هنا في ليكزارسيس دو، هادي خصها تحسب مع هادي، هادي معدة مع من تحسب، هي جوج إكس أس تلاتة، هادي معدة مع من تحسب، ولكن هاد الجوج هادو غيتحسبو. دونك زائد تلاتة إكس زائد، هادي نقدر نختزلها تولي تلاتة على جوج إكس. يلا شوف معايا كيفاش غادي نوحد المقام، غنوحدو المقام لهادو، غنحتافضو بإكس هاهي، و تلاتة زائد تلاتة على جوج غنوحدو لها المقام، تلاتة زائد تلاتة على جوج غنوحدو لها المقام، هادي على واحد، دونك واحد في جوج هي جوج، جوج في تلاتة هي ستة، واحد في تلاتة هي تلاتة، دونك جوج في واحد هي جوج، جوج في تلاتة هي ستة، واحد في تلاتة تلاتة، ستة زائد تلاتة هي تسعود، هاهي تسعود على جوج. هي تسعود على جوج، إذا هانتا غنحتافضو بإكس بإكس وغنديرو تسعود على جوج، هذا هو الجواب الصحيح، متفقين؟ دونك من بعد ما نشرنا هادو اللي فيهم إكسات، هادي فيها إكس ودي فيها إكس، قربناهم حدا بعضياتهم وحسبناهم، هادو كيفاش كيتحسبو؟ كنوحدو المقام لهاد الأرقام، تلاتة زائد تلاتة على جوج، هاهي وحدت لها المقام تسعود على جوج، ركزو معايا مزيان. يا دابا مش صافي كملنا السؤال التمرين الاول والتمرين الثاني، دابا غندوزو ان شاء الله للتمرين رقم 3. يلا بالنسبه للتمرين الثالث قالك حس كالكولي لي بويسون سال، دونك ناقص 10 اس 4. اول حاجه خصنا نفهمو هو ان فاش كيكون عندي ركز معايا دوقني فين ما عقلتو على الورقه، ياك عقلتو على الورقه اللي كنكتبو فيها القواعد، يلا وعقلو معايا. فين ما يكون عندك مثلا شي رقم مثلا ناقص ا، ياك والبويسونس ديالو بار، يعني مثلا ستة، شنو هما لي نومبغ بار؟ و جوج ربعة ستة تمنية، يعني أي رقم يكون كيبالك فيه زوجي، فين أنتم الأعداد الزوجية؟ جوج ربعة ستة تمنية عشرة اتناش ربعطاش، إلا بالك هذا زوجي ناقص كتحيد، ولكن إلا كان فردي ناقص كتبقى. يلا قل معايا عاوتاني، حنا غاديين في القواعد، تبارك الله شحال دار ندير المراجعة. يا دونك ناقص 10 اس 4، اول حاجه غنحيدو ديك الناقص باش نبانو واعرين ونبانو خاترين للاستاذ، فهمتي الاستاذ غيحترمني يقول اوه التلميذ ناضي. او 10 اس 4 راه غنديرو واحد وغنديرو اربعه الاصفار، واحد جوج ثلاثه اربعه، هادو هي البويسونس. هنا نفس القضيه غنكتبو واحد ونديرو خمسه ديال الاصفار، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، لي بويسونس. اي حاجه اس صفر شحال كتساوي؟ عرفتك نسيتيها ونسيتي عليها وتلفتيها. اي حاجه اس صفر كتساوي واحد، تا انت شوف 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 6500 و 4805 وانا اس صفر، شوف هذا الرقم هذا قداش قداش قدو قد الشغل، اس صفر يساوي واحد، 60 60 المحضر. زيد العمليه اللي من وراها، العمليه اللي من وراها سيدي، المهم نديرو هاد اللعبه بحال هكا. العمليه اللي من وراها ناقص 5.1 أس اثنان، أول حاجة غنحيدو الناقص 5.1 أس اثنان وغنحسبوها، إذا كانت الكالكولاتريس أوتوريزي غنحسبوها غير في الكالكولاتريس، هاهي 5.1 أس اثنان نحسبوها في الكالكولاتريس، هي 26.01. إذا كانت الكالكولاتريس نون أوتوريزي يعني غير مسموح بالكالكولاتريس، حسبها بإيدك، دير 5.1 في 5.1 وخدم ماك. جوج فاصلة خمسة هي نفس القضية، جوج فاصلة خمسة أس اثنان، تا هي كانت الكالكولاتريس أوتوغيزي غتحسبها بالكالكولاتريس، هاهي 6.25، كانت الكالكولاتريس نو أوتوغيزي غتحسبها بإيدك، متفقين؟ آخر حاجة عندي هنا هي ناقص ثلاثة أس ثلاثة، هي ناقص ثلاثة أس ثلاثة، يعني غتبقى، علاش؟ حيت الأس فردي، الأس مالو فردي ماشي فردي كش كش يا عم. لا فردي فردي زعما ماشي زوجي، دونك ناقص ثلاثة أس ثلاثة هي ناقص 27، متفقين؟ هاي ناقص ثلاثة أس ثلاثة هي 27، مزيان. دونك سدينا السؤال الأول، السؤال الأول سدينا معاه، السؤال رقم واحد. نمشيو دابا للسؤال رقم جوج.
سؤال رقم جوج سيدي، قال لك غيدوير لي زيكسبرسيون سويفون تيل كو اي بي دو نومب راسيونيل. ما نسوقيش انا في هذه الجمله كامله. ها انت ا كتساوي ا اس 5 في ا اس 2 في ا. يلا اجي ندير واحد شويه ديال المراجعه ديال لي بويسونس. ما نديرو المراجعه هنا. يلا لي بويسونس، ملي كتكون عندي ا اس ان فوا ا اس ام، اش كنديرو سيدي؟ كنديرو ا بويسونس ان بلس ام. راني ديجا داير حلقات ديال المراجعه الاستعداد للثالثه اعدادي. حاول بشويه عليك، ما تدخلش نيشان الدروس ديال الثالثه اعدادي، ما تدخلش نيشان الثالثه اعدادي، حتى دير مراجعه، حتى تراجع الدروس اللي فاتوا، حتى تخدم التقويم التشخيصي وتعاود 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 وتراجع هادشي، عاد دخل الثالثه اعدادي. الخطا اللي كيديرو بنادم وكيسقط في الثالثه اعدادي وما كيجيبش فيها نقطه زوينه هو انه كيدخل الثالثه اعدادي نيشان، كيصعب راسو باقي في السابعه. لا دونك ملي كتكون عندي بحال هكا كنجمعوا الاسين. ملي يكون عندك ا اس ان قسمه ا اس ام، كنديروا ا بويسونس ان ناقص ام، الاس الفوقاني ناقص الاس التحتاني. والا كانت عندك قوه وقوه راه كنديروا ا اس ان فوا ام. قال معايا على لي بويسونس الاصدقاء. يلا اجي نكملوا دابا التمرين ديالنا. يا ا العمليه ا سيدي سهله وبسيطه بزاف. دونك ا اس 5 في نحسبوا ما بداخل الاقواس هو الاول. دونك ا اس 2 في ا اس 1، هذه راه اس 1 واخا ما كاين والو اس 1 هي ا اس 3. مزيان ا اس 5 في ا اس 3 ا غنحطوا ا وغنجمعوا الاسين اللي هي 8 60 سالينا مع ا. نمشيو دابا لبي فين هي بي؟ ها بي العمليه بي. يلا باش ما تدوخوش فهمتي، تبقاوش غادينا بالزرق انتما، انا نزوق لكم. يلا يلا سيدي يلا انا يلا يلا سيدي تزوق لي شويه. يلا بي بعدنا ا اس 3 في ا. شوف 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 شي اللي كنتي كتفرج دابا في الفيديو، الحاجه الوحيده اللي خصك تنوض على قبلها هي الوالده ديالك الا عيطت لك، ياك الوالد ديالك طبيعه الحال وصل الى اذن المغرب ولا اذن العشاء ولا اذن الظهر. شوف انت وقتاش كتفرج في الفيديو، اما تقولش لي صاحبك دابا صيفط لك ميساج قال لك اجي نلعبوا فري فاير وانت تمشي تلعب معاه، ولا عيط عليك صاحبك في الزنقه حموده هبط نلعبوا كره، تتخلي هادشي خليتيني انا ربيع الغزواني عباد الله كنشرح وغادي عاد حموده. وافق معايا صاحبي فيق معايا، قلت لك انا الحاجه الوحيده اللي تنوضك على قرايتك هي الوالده ديالك ولا الوالد ديالك الا عيطوا لك وصله، اما من غير هادشي والله لا نط. كنحفظ واخا يجي وزير الداخليه يجي اخ النوش يقول لي نوض والله لا نط. دونك العمليه بي دونك عندي هنا ا اس 3، نجيو هنا في ا اس 3 لكل اس 4 غتعطينا ا اس 12، حيت قوه وقوه. يلا شرحت لكم هاي ا اس ان اس ام كنضربوا القوات مع بعضياتهم. يا ا اس 3 في ا اس 12 غنحطوا ا ونجمعوا الاسين، 3 زائد 12 هي 15. يا سلام ستينا مع بي. بشويه عليك عاود راجع بشويه عليك، تلقى راسك كملتي تلقى راسك فهمتي. يا سي دابا دابا وصلنا للسي. نزوقوا نزوقوا التلاميذ ديالي. سي سي شنو فيها؟ ا اس 11 في بي اس 5 اس 2 في بي ايكار. يلا ا اس 11 في قوة وقوة، بعدا نحيدو هاد قوة وقوة. دونك بي اس 5 في جوج اللي هي 10 في بي. بلا ما تقول لي ا وبي غي تحسبو، راه ما غي تحسبوش حيت هادي ا وهادي بي، هادي حاجة وهادي حاجة. دونك خلي ا ترونكيل، ا خليها ترونكيل وجي معايا لبي. بي بي غتعطينا بي 10 زائد 1 هي 11. وذوقني وفهمني يا صاحبي، واش متفقين؟ بي بي كنحطو بي وكنجمعو الاسين. يلا دابا ولاو عندي نفس القوة، نقدر ندير بحال ماك انا وتبع معايا، نقدر ندير ا فوا بي ونجمعهم في قوة واحدة صافي. هاي نكتبوها يلا نزمموها زمم. هاي مثلا عندي ا اس ان وبي اس ان يعني عندهم نفس القوة، نقدر نرجع ا بي كلشي نعطيه قوة واحدة.
باش بلا ما نبقى انا هادي نعطيها قوه وهادي قوه، نعطيهم بجوجهم قوه واحده ويستانس واحد مزيان. دونك السي احنا حيدناه، هاي السي مشات مشات. زيد باقا شي حاجه اخرى؟ باقا الدي، ارى لي الدي. الدي يلا لو نزوقوا لكم الدي. يلا هاي الدي، يلا سيد فين كيتحل الدي؟ هاي يلا الدي عندنا سيدي في الدي فيني الدي دي. هاي دونك عندي هنا ا اس 2 في ا اس 7 اس 2 في ا او كاري لو تو بويستون 5. يا اول حاجه غادي نديرو هي غندخل نحسبوها هادي. يلا نحسبو ما بداخل الاقواس. يلا سيدي يلا نديرو لها خطره. يلا ا اس 2 في ا اس 7 نديرو ا اس 9 الكل اس 2. دابا انت في هذه اللحظه هادي انت اللي كتفرج فيا نعطيك الطريق. دابا انا كنت كنقرا مثلا كي غنكون كندير غنكون خدام طاطي 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 وفي نفس الوقت كنتفرج كنقول اه هادي عندي خطا اه عندي دي صح. فهمتوا كيفاش؟ ا اس 2 في ا اس 5 تعطينا ا اس 10 ايغال ا اس 9 هادي قوه وقوه تعطينا ا اس 18 في ا اس 10 دونك استنا ا استنا ا اس 28 استنا. دونك دي سالينا معاها بقات لينا اه اه كبيره اه كبيره غنديرو لها ورقه ديال البحث زعما اه يلا اه اه نزوقو لكم اسيدي اه يلا سيدي هاك اسيدي يلا خوك اه. دونك اسيدي اه فيها معقوفه كروشي كبيره ا أس 4 أس 3 أس 2 في ا أس 2 أس 5 عندك الدوخمة بين اللعيبات. المهم أول حاجة غنخدمو لي بارونتيز ا أس 4 أس 3 تولي ا أس 12 كاينة ولا مكايناش؟ ا اس 2 اس 5 تعطينا ا اس 10 واش كاينه ولا ما كايناش؟ شوف تحيه لاي تلميذ وتلميذه باقيين واصلين معايا حتى لهاد اللقطه. تبارك الله وصلنا مع الدقيقه 18 ولا مع شحال دقيقه وباقي تبارك الله باقيين غاديين معايا. برافو عليكم برافو عليكم. اما التلاميذ المعكازه اللي ما غيجيب والو في الفروض وما غيجيب والو في الامتحان المحلي وما غيجيب والو في الامتحان الجهوي، هادوك راه من الديبار تفرج في الدقيقه الاولى وعيط عليه حموده قال لي واه طلع بكره. ا اس 12 اس 2 دونك استنا ا اس 24 دونك قوه وقوه غنضربوا هادي مع هادي. ا اس 10 اس 3 عطانا ا اس 30 ديك 10 في 3 هي 30. في الاخر غنديروا ا نحطوا ا وغنجمعوا الاسين غنجمعوا الاسين دونك 24 زائد 30 عطانا 54 60 مع مزيان مزيان. دابا مزيان دابا غنمشيو للتمرين رقم 4. دابا وصلنا للتمرين رقم 4 اكزرسيس نمبر 4. اوكي ريزودغ لي زيكواسيون سويفون. دونك دابا غادي نراجعو لي زيكواسيون. تبع معايا مزيان لي زيكواسيون سيدي. عندك 5 اكس ناقص 6 تساوي 7. دونك غنخليو 5 اكس في طرف، المجاهيل في طرف، والمعالم ديهم الجهه الاخرى. 7 زائد 6 واي واحد بدل البلاصه ديالو كيبدل الاشاره ديالو. متفقين؟ 5 اكس كتساوي 7 زائد 6 هي 13. ياك متفقين معايا 7 زائد 6 هي 13. دونك عطانا اكس كتساوي 13 على 5. احنا خرجنا معادله نمبر 1 ايكويشن نمبر 1. اوكي نمشيو الثانية 3x موان 1 x بلاس 7. اوكي المجاهيل غنحطوهم في طرف 3x موان x والمعاليم نحطوهم هنا. دونك 7 زائد 1 3x موان x تعطينا 2x 7 بوان بلس 1 تعطينا 8 x تعطينا 8 سور 2 دونك x تعطينا 4.
متفقين معايا؟ غادي مزيان ياك. المجاهيل كنجيبوهم في طرف، واي واحد بدل البلاصه ديالو كيبدل الاشاره ديالو، والمعالم كندوهم لطرف وكنحسب في الاخر الضرب كيتحول لقسمه. نمشيو للثالثه، اكس بلس 2 ديفيزي بار 9 ايغال 3. هنا اش كنديرو؟ هنا كنديرو توحيد المقام، هادي بحال كنديرو ليها على واحد وكنوحدو المقام. دونك المقام واحد هو 9. هادي ديجا موحد لها المقام، يعني ما غيطرى عليها والو. هاد الواحد هادي غتضرب فاش؟ واحد فاش ضربناه باش ولا 9، ضربناه في 9. دونك 3 حتى هي غنضربوها في 9، 3 في 9 هي 27. دونك غادي نشطبو على المقامات وغتبقى عندي اكس بلس 2 ايغال 27. دونك في الاخر عطانا اكس ايغال 27 ناقص 2، دونك اكس كتساوي 25. هاد الجواب الصحيح. مزيان، بقات لنا شي وحيده، بقات وحيده وحيده والله تنخدمو انا خدمو انا سقرام انا. يلا خمسة، ماشي سقرام، ما بغيت هذاك الشيء يبقى محطوط هنا. 7 اكس ناقص 2 زائد 3 اكس زائد 7 ايغالا 12. يلا النشر، 5 في 7 اكس عطانا 35 اكس، 5 في ناقص 2 عطانا ناقص 10. راكم عارفين النشر ديجا، راجعتو معاكم هنا. ما درناش هنا، حنا نديرو هنا هانت. النشر هو فاش كيكون عندي شي رقم وعندي ا زائد بي، اش كنديرو؟ كنضربو هذا في هذا وهذا في هذا. دونك كتعطينا ك ا زائد ك بي، متفقين؟ بحال كيما غنديرو هنا. دونك 5 غيتنشر على 7 اكس عطتنا 35 اكس، 5 غتضرب في ناقص 2 ناقص 10، وحدو ليا مع الاشارات. زائد 3 في اكس 3 اكس، 3 في 7 21 ايغال 12. المجاهيل نخليهم في طرف، ايغال المجاهيل في طرف غنخليوه هنا، مع كنشوف شوف في الكاميرا وندوخ. 35 اكس زائد 7 هاد بجوج نخليهم هنا ايغال، والمعالم ندوهم الجهه الاخرى، تولي عندي 12 زائد 10 ناقص 21. شفتوا؟ دونك الصراحه ما قدنيش، ولكن ندير واحد الخطه. ايوا دونك 35 اكس زائد 3 اكس غتعطينا 38 اكس، 12 زائد 10 غتعطينا 22، 22 قسنا من 21 غتعطينا 1، اذا اكس غتساوي ليا 1 على 38، وهكا كنكونو كملنا 84. دابا كنكونو كملنا الجهه ديال الهندسه كامله، الجهه ديال الجبر عفوا، الجهه ديال الجبر كملناها كامله. بقاو لينا دابا جوج تمارين اللي كيخدموا على ايش كيخدموا؟ كيخدموا على الهندسه، يعني غادي يكون فيهم ان شاء الله طاليس فيثاغورس، داكشي اللي خدمنا العام اللي فات. دونك الاصدقاء بالنسبه للتمرين 5، تمرين 5 الاصدقاء فيه شويه الجبر، واخا فيه شويه الهندسه ولكن فيه شويه الجبر. المهم كيف ما بان لكم في الشاشه، دونك بالنسبه للسؤال الاول قال كالكولي لي لونغور، يعني حسب لي هذا شحال فيه وهذا شحال فيه وهذا شحال فيه. هذا مسمينو جوج اكس، يعني فيه جوج اكس، وهذا فيه اكس زائد 6، وهذا فيه واحد على جوج اكس زائد 2. وحدو معايا بحال التمارين هادو كيتحطو بزاف الفروض، سورتو في الفرض رقم واحد، وغتحطو لكم في الامتحان المحلي والجهوي وفي التقويم التشخيصي، يعني تبعو معايا مزيان عافاكم. دونك هنا ما عارفش انا هنا شحال هاد الضلع هذا، شحال فيه هاد الضلع هذا، واش فيه 6 ولا 7 ولا 8 ما عارفش. علاش؟ حيت فيه جوج اكس، انا الاكس ما عارفاش. اذا شنو هو المجهول اللي عندي هنا؟ هو اكس، خاصني انا نعرف اكس شحال فيها. هذا هو السؤال الاول، هو اكس خاصني نعرف شحال فيها. اشنو قال لك؟ قال لك تيل كو سون بيريمتر ايغال 28 سنتيمتر، يعني المحيط ديالو، يعني الضلع الاول الا جمعت الضلع الاول زائد الضلع الثاني زائد الضلع الثالث خاص يعطيني 28. اذا الا جمعت الاضلاع خاصني 28. اذا من خلال هذه اللعيبه هذه غنجيب اكس ان. ا بي شحال فيه؟ في جوج اكس. بي سي شحال فيه؟ اكس زائد 6. والسي ا شحال فيها؟
واحد على جوج إكس زائد جوج كتساوي 28. إذا شو ولات عندي أنا هنا؟ ولات عندي معادلة غنخرجها. إين فوا غنخرجها غتخرج ليا شحال إكس؟ مثلا إكس خرجت ليا كتساوي واحد، إذا جوج في واحد جوج، إذا هاد الضلع فيه جوج. إكس زائد ستة يعني واحد زائد ستة هي سبعة، إذا هاد الضلع فيه سبعة. واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ يعني غنخرج أنا إكس بهاد المعادلة ونجي نطبقها هنا باش نقول ليه شحال كاين في الضلع. السؤال الأول هو قول ليه شحال كاين في الضلع، شحال كاين في الضلع وشحال كاين في الضلع وشحال كاين في الضلع. يلا ما جاي في طرف والمعاني في طرف. جوج إكس زائد إكس زائد واحد على جوج إكس كتساوي المجال المعالم دابا 28 ناقص 6 ناقص جوج، ياك؟ هذا وهذا هما جبتهم هنا. مزيان، هنا غنحسب جوج إكس زائد إكس هي 3 إكس زائد واحد على جوج إكس كتساوي 28 نقصنا منها 6 غتعطينا 22، 22 نقصنا منها جوج غتعطينا 20. غنوحدو المقام ليهم كاملين، هادي على جوج، هادي على جوج، هادي على جوج، هادي ديجا موحد لها المقام هي واحد إكس، هادي نورمالمون كانت على واحد، هادي كانت على واحد، توحيد المقام، الطريقة ديال كيفاش كنخدمو معادلة بتوحيد المقام. دونك هنا فاش ضربناها؟ ضربناها في جوج، دونك حتى الفوق نضربو في جوج، غتعطينا 40. هنا فاش ضربناها في جوج، دونك حتى الفوق نضربو في جوج، غتعطينا 6 إكس. داكشي لي ضربنا فيه لتحت كنضربو فيه الفوق. دونك غنشطبو على المقامات، غتعطينا 6 إكس زائد إكس كتساوي 40. إذا 6 إكس زائد 5 زائد 6 إكس زائد إكس عطانا 7 إكس كتساوي 40. إكس غتساوي ليا 40 على 7. دونك هاد إكس اللي كنت كنقلب عليها أنا الفوق خرجت ليا 40 على 7. ها دابا أجي شوف معايا، أجي دوقني دابا، أجي فهم دابا هاد الضلع هذا شحال كيساوي؟ جوج إكس، إذا غيساوي جوج في 40 على 7. متفقين؟ جوج في 40 على 7، جوج في 40 هي 80، 80 على 7. ضبوط الأمور. هذا شحال فيه؟ في إكس زائد 6، إذا الضلع الثاني شحال فيه؟ فيه 40 على 7 زائد 6. غنحسبوها بكالكيلاتريس باش ما نطولش الفيديو، نتوما غتوحدوا المقام بطبيعة الحال. 40 على 7 زائد 6. هذا التمرين هذا راه ما تقدروا عمركم درتوه العام اللي فات، هذا ديال الذكاء. تتساوي 82 على 7، 82 على 7. الثالث هو 1 على 2 اكس زائد 2، يعني في بلاص اكس غنعوض في 40 على 7. 1 على 2 في 40 على 7 زائد 2، باش تعرفوا انني انا راه ما كنديرش تمارين ساهلين ولا شي حاجه، انا كنخدم متفقين تمارين صعاب. 1 على 2 في 40 على 7 زائد 2 34 على 7. مزيان، هاو خرج لينا بحال هكا. المهم الاصدقاء السؤال الاول هو خدمناه، دونك هو الضلع الاول، الضلع الثاني، الضلع الثالث، دونك خرجوا لنا الضلع. بالنسبه للسؤال الثاني، السؤال الثاني قال لك ديتيرميني لا ناتور دو سو تريونغل، دونك ما يمكنش اننا نخرجوا لا ناتور حيت نورمالمون الاضلاع مختلفين، الضلع الاول والضلع الثاني والضلع الثالث مختلفين. كون كانوا شي جوج اضلاع متساويين، كون كان مثلا 80 على 7 وهنا 80 على 7، غادي نقولوا انه ايزوسيل يعني متساوي الساقين، متفقين؟ وكو كانوا بثلاثة متساوين غادي نقولوا أنه متساوي الأضلاع كويلاتيرال، متفقين؟ دونك هنا ما عندنا لا هذا لا إيزوسيل لا كويلاتيرال لا حتى شي حاجة، وحتى قائم الزاوية ما عندناش كيفاش نديرو تنخرجو نبينو قائم الزاوية يعني ريكتانجل إلا بفيتاغورس العكسية، وفيتاغورس العكسية ما عندناش. دونك نسوا عليكم السؤال الثاني والسؤال الثالث، صافي نسوا. دابا غنمشيو للتمرين السادس، التمرين رقم 6. دونك بالنسبة للتمرين 6 متفقين قال لك حسب ليا او ام، غير او ام ليا متفقين، غير من خلال الشكل تعرفوا انه هذا تمرين ديال طاليس، متفقين؟ طاليس ديجا قرينا العام اللي فات. دونك طاليس ملي كنبغيو نطبقوها لدينا ام ان و اف جي
متوازين، خصهم ضروري يكونوا متوازين. و او ان جي و او ام اف في نفس الترتيب اون ميم اوردر، دونك ديك الساعات كنطبقوا مبرهنات فيثاغورس المباشره تيوريم دو تاليس ديريكت. او ام هذا على هذا، انسى تكون نسيتو عليها. دونك فيما كيكون عندي مثلا مثلث وفيه هذا الخط وفيه هذا متوازي مع هذا، كنديرو هذا الصغير على هذا الكبير يساوي هذا الصغير على هذا الكبير او ان على او جي. واخا تكونوا نسيتوا على ديجا، عندنا درس سميتو طاليس في هذا العام هذا، انا ديجا حاطه لكم في يوتيوب تدخلوا تفرجوا فيه، هو عندكم هذا العام يعني عندكم في الفروض، وغنشرحوا لكم زيرو بشويه بشويه. واخا تكونوا نسيتوا الدرس، واخا بزاف غيكونوا نساو الدرس ماشي مشكل، راه غيتشرح لكم في القسم، نشرح لكم حتى انا في يوتيوب، راه ديجا كاين في يوتيوب اصلا الا بغيتي تفرج فيه. وهنا ام ان على اف جي، هادي على هادي، دونك كنديرو هادي على هادي وهادي على هادي وهادي على هادي، وكنبداو نحطو لهم في الارقام ديالهم. او ام ما عندناش، او اف عندنا، او اف عندنا 7 نحطو لها الارقام ديالها، او ان عندنا هي 2.5، و او جي ما عندناش، او جي ما عندناش، ام ان ما عندناش، ام ان ما عندناش، هاد لاش طاش، و اف جي ما عندناش، اف جي ما عندناش. يا اول حاجه جي ما عندناش، عندنا هادي كتساوي 7، عندنا هادي ما عندناش هادي ياك، دونك هادي الا كان 7 و الا كان هذا كامل 7، الا كان هذا كامل 7 وهذا 4، اذا هذا شحال تكون فيه؟ تكون فيه 3، اذا او ام فيه 3، هذه راه 3، متفقين فيها 3. اذا دابا خصنا نخرجوا او جي، الا بغينا نخرجوا او جي غنديروا جداء سميتو جداء الوسطين في جداء الطرفين، اولا غنديروا العلاقه الثلاثيه او جي غتساوي ليا 2.5 في 7 قسمة 3، يعني هذا في هذا قسمة هذا، هاهي تا هي نشرحها لكم في المراجعة اللي كندير. هاهي مثلا هاهي نديرو هنا، عندنا مثلا على بي، وعقلوا عليها مزيان، سي على دي، وبغينا حنا مثلا دي اش كنديرو؟ بغينا هذا، كنديرو هذا في هذا، سي في بي قسمة ا، كنديرو هذا هذا في هذا قسمة هذا، متفقين؟ شدتني الشحفة عييت اصاحبي، عييت، ماشي مشكل في سبيلكم على قبلكم، شو عرفتي راه فمي شحف ولكن ماشي مشكل. دونك او جي غتعطينا 2.5 في 7 قسمة 3، عطينا 5.83، حنا خرجنا او جي، هاد او جي فين هي؟ هاد او جي كاملة خرجناها هي 5.83، إذا هذا فيه 2.5 وهذا فيه 5.83، غنديرو هذا ناقص هذا باش يعطينا هذا، غنديرو ناقص 2.5 باش يعطينا 3.33، إن جي غتساوي 3.33. هكا كنكونو كملنا التمرين. أو إم شحال خرج لينا؟ أو إم 3، متفقين؟ هما في السؤال الاول قالك عطيني او ام، هادي شحال فيها؟ قلنا لهم حنا هادي كامله فيها 7، وهادي الصغيره فيها 4، اذا هاد الصغيره هادي شحال يكون فيها؟ يكون فيها 3، باش 4 زائد 3 عطانا 7، متفقين؟ وصافي طبقنا طاليس المباشره باش خدمنا او جي، باش خرجنا او جي عطاتنا هذا الرقم. ملي حنا عندنا او جي كامله فيها 5.83 وعندنا هادي فيها 2.5، اذا نقدروا نحسبوا هادي، متفقين؟ هكا كنكونوا كملنا الاصدقاء تقويم تشخيصي. دخلوا لعندي القناه فيها الدروس كاملين، فيها التمارين، فيها كل شيء. الناس اللي بغاو تسجلوا في عرض اولير ما تنساوش تسجلوا معنا في عرض اولير، عرض ما يمكنش، انا ما كرهتكمش كاملين تسجلوا معنا حيت كنديروا شي حوايج زوينين، وبغيت كل شيء يستافد منهم، وثمن رمزي، داكشي علاش انا مهبط الثمن، هي الثمن رمزي باش يستافد كل شيء. دونك بون كوراج ليكم، الله يستر ليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات